إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. الحمد لله على هذه النعمة والمنة. بعد صبر طويل وانتظار دام لأكثر من 20 سنة، شاءت إرادة المولى عز وجل أن يرزق هذا الإمام بولد. 21 سنة بعد الزواج إن شاء الله لم يرزقنا الله عز وجل بالأولاد، وبدأنا رحلة البحث عن الخلل الطبي على كل حال، أما القدر فهو من الله عز وجل. دعونا الله سبحانه وتعالى وصبرنا واحتسبنا واستغلنا مناسبات قبول الدعاء، شهر رمضان، أيام المناسبات، ليلة القدر، ليلة عرفات، ليلة المواسم التي مرت علينا. إمام مسجد البشير الإبراهيمي بقرية بولربح بجباحية بولاية البويرة صبر واحتسب وتضرع لله فاستجاب له ورزقه بمولود اختار له اسم يحيى، تيمنا بدعاء سيدنا زكريا عليه السلام. نحن كمؤمنين لم نيأس، وإنما بهذا الابتلاء رب سبحانه جعله لنا لنتعلق به أكثر. إن الله إذا ابتلاك أعطاك، إن الله إذا حرمك منحك، حرمك شيء يمنحك أشياء أخرى، وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى علينا، أن الله أحبنا فابتلانا، وابتلانا فصبرنا، عندما صبرنا كان الفرج. والحمد لله أنه رزقنا الله عز وجل بولد سميناه على بركة الله يحيى، تيمنا بدعاء سيدنا زكريا عليه السلام. قل للذي ملأ التشاؤم قلبه ومضى يضيق حولنا الأفاق، سر السعادة حسن ظنك بالذي خلق الحياة وقسم الأرزاق.